عليكم خوتي المغاربه، الله يجازيكم بخير. عندنا واحد الحاله ديال السيد شاوش بمقاطعه سباته اللي حتى واحد ما شاف فيه، ما رد ليه البال بانه خدام سنوات، وسيد اخرس زيزون الله يجازيكم بخير. هذا السيد اليوم وقع ليه بان هذا السيد جا كريز، بعد جا كريز نقلنا واحد المصحه، من ديك المصحه جبنا دابا نقلنا المستشفى هذيك لاسينيسيس ديال قطع ولد عائشه. هذا السيد واحد المرض خبيث اللي فيه هو مرض السرطان. هذا السيد الكلاوي مسكين ماتوا ليه. هذا السيد القلب ما عندوش، ما بقاش، بعد جبنا هنا قال لك نطلبوا الله سبحانه والبلاصه، الناس كاينين شي محسنين هما اللي دخلوه هنايا، ولكن كنطلبوا الناس وكنطلبوا المحسنين بان هذا السيد كنعتربوا خونا وبانا. هاد مرض السرطان ما كيبغي حتى واحد. يا ربي يا ربي كنطلب من المحسنين، حنا واقفين لله، انايا كنوقف لله ومع الناس دائما. يا ربي يا المحسنين وقفوا مع هاد السيد. هاد السيد راه مسكين زيزون، هاد السيد راه ما عنده حتى حاجه، المسكن ما عندوش عباد الله، مسكن ما عندوش. يا ربي تشوف فيه من حاله، تشوف من حال هاد الاولاد ديالو والمراه ديالو. الحاله ديال المراه ديالو راه في واحد الحاله هستيريه، راه ما سكتاتش من البكا، ها هي باركه في الزنقه دابا. الله يجازيكم بخير. انا ما نعش لي الكابل، انا ما نعش بعد سمعت هذا الخبر. عيطوا لي الناس ديال مجلس المدينه، قال لي خصك تشوفي تعاونينا مع داك السيد. قلت لهم انا ما نتعاون، غادي نعيطوا على الناس ونعيطوا على الصحافه ونعيطوا على المحسنين. عباد الله نشوفوا من هذه الحاله، راه هذا السيد غنديروا خونا وبانا بانه فيه سرطان. الله يجازيكم بخير. المسكن ما عندوش بحال ما نلقاش بحالو. خويا هاد السي عبد الحق هو اللي مريض مسكين، البارح حس بواحد الالم على مستوى البطن ديالو، جا واحد الحريق. ملي هزيناه لواحد المصحه هنايا في طريق ولاد زيان، قالوا لنا ما غنعطيوكم حتى اخبار حتى الغدا. المهم على ايين الغد ليه ملي رجعنا عندهم كتبوا لنا اون ليتر، قالنا غادي تخلصوا دابا هاد الشيء، وحنا ما عندنا ما غادي نديروا ليه. خلصناهم، خدينا ديك الليتر جبناه للبوليكلينيك هنايا. ملي جبناه هنايا لقينا السيد كله يعني كيعاني بمشاكل كثيره، سرطان في البطن، هو ايضا من قبل داير عمليه على القلب، طلع ليه السكر، الملح طلعات ليه، طلع ليه الطونسيو، ضرب ليه الكلاوي، يعني هو في واحد الحاله يرثى لها. عنده ثلاثه الابناء، ابكم لا يتكلم، ما كيتكلم مسكين ما والو، يعني طيب، خدم مع الدوله، خدم معها تقريبا قرابه ديالو حتى 30 سنه. هو الان يعني مشهود ليه يعني بالثقه، مشهود ليه بالعمل بالاخلاص، ويعني وزاد محبه انه ما كيتكلمش، يعني الناس كلهم معتبرين خوته. الله يجازيكم بخير المحسنين خونا والناس الموظفين والرؤساء، بانه كنشاوش اليوم خصكم تدوروا وتشوفوا وتشوفوا الزوجه ديالو وتشوفوا الوليدات بانهم في واحد الحاله اللي ما عندهم حتى فرانك حتى ريال. وانتم بعدا كتعرفوا بهذا المشكل اللي عندنا ديال هذا الوباء ديال كورونا، راه كلشي واقف، وبغيت المحسنين اللي واقفين الناس وكيخرجوا وكيديروا الاحسان يديروا التفاته لهذ الزوجه اللي تا هي ولات تا هي زيزونه بحال ما قدرتش تهضر. السيد زيزون معروف سباته، معروف بانه شاوش بالاخلاق ديالو بالطيبوبه ديالو بديك الابتسامه ديالو. الله يجازيكم بخير، الله يحفظكم. شوفوا ديروا واحد الحل للمحسنين. انا كنشكر واحد السيد اللي خلص دابا واحد 11000 درهم، ودابا كنتمنى من الناس المحسنين بان السيد ما عنده لا بيت حتى فين يسكن، شادينو على الناس بارك عندهم، بان تصور شاوش بسيط ما عندوش المسكن ديالو. الله يجازيكم بخير، ديروا واحد التفاته، الله يسهل عليكم، الله يحفظكم، الله يشافي وليداتكم وليدات جميع المسلمين، وشافي هذا السيد اللي هذا السيد ما بين الحياه والموت. الله يحفظكم والله يجازيكم. وهذه المراه ديالو هي كتشوفها، هي ما قداش دوي بالنهيار ديالها، هي باركه بنهار تجاه انهيار بالبكاء وانا هو انا معتبره كاخ ديالي كبير، والان هو راه في المعاناه، الان هو في المعاناه، ويحتاج الى ناس اللي وقفوا معاه، ناس محسنين، اصحاب الكرم، اصحاب الجود، المغاربه الاحرار هنا في نيبانو. والحمد لله هو الناس كاينين شي ناس عاونوه بعدا في البدايه الاولى، راه خلصوا ليه ديك 10000 درهم وما بغاوش يبانوا، ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى فرسان اخرون يظهروا ان شاء الله. وكيف ما العاده، كيف اعتدنا على هيبه اسبريس الا كنلقاو معها رجال ومحسنين. وجزاكم الله خيرا.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.